قد يكون الشخص هو ذاته، وقد يكون الطرف هو ذاته. ربما تكون قد سمعته يتحدث بكلام ما منذ فترة، يبني كلامه على معطيات يراها جازمة صارمة. تمر الأيام فيأتيك ذات الشخص بجديد الكلام، تحسب الرجل غير رجل والمتحدث غير متحدث، ومحال أن تجد تطابقا بين من حدثك أولا وأتاك بغير كلام ثانيا، ليكون سماع القبل والبعد كافيا وافيا صادما. حمص كما تحدث عنها اليوم الائتلاف الوطني، قلب الثورة النابض وعاصمتها الكبرى، بل والعكس هي حمص ومعركتها القادمة هي التي ستوحد سوريا ما بين ساحل وشمال وجنوب وشرق، هي تذكرك تماما بمصراتة الرائعة، وهي حمص أيضا التي ستوحد الشرق والغرب والجنوب والشمال. كان هذا قبل بدء الجيش السوري عملياته العسكرية في القصير بريف حمص. كانت حمص، والتي تعتبر القصير من أهم أجزائها، عاصمة المعارضة المسلحة كلها، وهي التي ستؤمن لها السيطرة على البلاد بوصلها الشمال بالجنوب والشرق بالغرب. إلا أن القصير بعد أن خرجت من يد المعارضة المسلحة صارت صفر عشماء. لا يجب أن نعطي القصير أكثر مما تستحق، مدينة على الهامش. القصير هي التي تحدد كل ما سوف يجري في المستقبل. لا يجب أن نعطي القصير أكثر مما تستحق، مدينة على الهامش. إن القصير لن تسقط، لم تسقط ولن تسقط بمشيئة الله، ولو سقطت القصير فإن تغيرا جذريا في ساحة الصراع في سوريا سيحدث. لا يجب أن نعطي القصير أكثر مما تستحق، مدينة على الهامش. كان ينتظر من مصير المدينة أن يحدد مستقبل كل شيء سيحدث في البلاد. كان منتظرا منه أن يحدد معالم الخاسر والرابح. كان البعض يذهبون أبعد من ذلك، مستندين في كلامهم ومعطياتهم إلى أنهم يعلمون تمام العلم كل ما تملكه المعارضة المسلحة من سلاح ومقاتلين وإمكانيات ونقاط قوة. نحن نعلم ماذا يتواجد لدينا في القصير، ونعلم ماذا يوجد لدينا من أسلحة. لا أستطيع الإفصاح عن أي أمر عسكري، ولكني أضيف شيئا واحدا، نحن نعلم ما لدينا من إمكانيات في القصير وما حول القصير. أنا أعي كل كلمة أقولها. لدينا في القصير ما يكفي، ليس فقط لصمودها بل لدحر هؤلاء الغزاة. لا يجب أن نعطي القصير أكثر مما تستحق، مدينة على الهامش. التناقضات في التصريحات والتحليلات لم يكن سببها ما حدث في القصير، فالمتابعة تظهر أن هذا يحدث كلما تعلق الأمر بتحركات المعارضة المسلحة على الأرض السورية، وعندما يتواجد مسلحو المعارضة بالقرب من الأراضي المحتلة فإنهم يكونون بغاية الرشد والحكمة إن كانوا لا يعتبرون الاحتلال الإسرائيلي هدفا لهم. أن يسروا إلى هذه المناطق ولا يطلقوا صواريخ أو يطلقوا ما بيدهم حتى من أسلحة صغيرة على الطرف الإسرائيلي، نحن أمام مقاومة رشيدة تدرك تماما أنها لا تريد أن تفتح جبهات أخرى، وأن لها عدو أو خصم أساسي هي تتعامل معه. وفيما يتعلق باستضافة الجانب الإسرائيلي لجرح المعارضة المسلحة وإسعافهم على حسب خطورة حالاتهم ثم إعادتهم وإيصالهم إلى ميدان القتال بعد الشفاء لمعاودة قتال الجيش السوري، فإن ذلك بحسب ذات المحللين يعكس كرما في العلاقات العامة الإسرائيلية وجودة في أخلاقهم. الصورة الأخرى التي كنت أريد أركز عليها أن الإسعاف الإسرائيلي الآن أغلق الطريق 96 ويقوم بنقل، وقبل ذلك فعلها نقل جرحى من الصور إلى مستشفى صفد تمام، وإلى حتى أحيانا إذا كانت الإصابة كبيرة إلى هداسة. لك أن تجعل المشاهد العربي ونحن والجميع الذي يراقب والعالم كيف هي صورة العلاقات العامة على الأقل الذي يقدمها الطرف الإسرائيلي ويعيد المصاب مرة أخرى إلى ربما إلى وحدته. هذا كان التفسير الأقرب لإسعاف جرح المعارضة المسلحة من قبل القوات الإسرائيلية بالنسبة للمحلل العسكري، الذي لم يكن من بين احتمالاته أن يكون سبب الإسعاف هو أن يكون وضع هؤلاء الجرحى مهما
بالنسبة لمن يسعفهم. لكن ربما أيضا يقرأها كثيرون على أنها نوع من الاصطياد في الماء العكر من قبل إسرائيل التي لا تتورع كثيرا في مسألة الفتك بالجرحى والمدنيين في صراعات أخرى أو في حالات أخرى. دعني أقول لك أيضا هم قدموا في غزة في نوفمبر في أوبريشن بيلر أوف ديفنس قدموا شيئا لم يقدمه النظام عندما دمر يعني هذه البلدة القصير. هم أيضا استخدموا ضربات جراحية وفق تحليل ضيف المحطة فإن القوات الإسرائيلية في اعتدائها الأخير على غزة كانت تنفذ عمليات جراحية ولم تصب ضرباتها بريئاً أو مدنياً، بالإضافة إلى أنها كانت تقدم الإسعافات للغزيين أحياناً، بينما لم يكن هذا رأي ذات المحلل أثناء الاعتداء على غزة. الطيران يحلق فوق غزة، طائرات بدون طيار على مدار الساعة، لديه نظام دفاعي يقول خلال 15 ثانية من إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة أستطيع مباشرة أن أوجه ضربات للأطقم التي تطلقه. وبدأ مرهقا في اليوم الثالث، وبدءا من نهاية اليوم الثالث وبداية اليوم الرابع، هذا الإرهاق سبب له إلى أنه بدأ لأول مرة يخرج عن فكرة الضربات الجراحية أو المحدودة، وبدأنا نشاهد تدمير بناية بالكامل ومقتل عائلة الدلو معايا حاجة، وبدأت الأطفال تذهب إلى مستشفى الشفاء، تدمير بناية بالكامل ومقتل عائلة الدلو معايا حاجة، وبدأت الأطفال تذهب إلى مستشفى الشفاء. ذات المتحدث ونفس الخبير، وهو هو عينه المتكلم، لكنك تكاد لا تدرك ذلك حتى وإن كنت تحدق في عينيه، لأن التدقيق فيهما قد يخبرك بغير ما تسمعه.